طيب الآن بدنا نبدأ بال الدبلي لينكد ليست، الشابتر اللي بعده. طيب الآن إذا لاحظتوا المشكلة الأساسية اللي واجهناها باللينكد ليست اللي كانت تكبر لي الكومبلكسيتي ببعض الميثودز، إيش هي؟ ليش في بعض الميثودز كنت ألاقي الكومبلكسيتي صارت N بدل ما تكون كونستانت؟ مين عنده ملاحظة قوية على ليش كان يصير زي هيك؟ سنابل تفضلي. دكتور، لأنه ما عندي أكسس مباشر على النودز، فكل مرة لازم أعمل بوينتر وأعمل فور لوب عشان أدور على اللي أنا بدي إياه. التدوير هذا إشي ثاني، إحنا الآن نحكي عن مثلاً لما اجيت اعمل ديليت. سنابل لما اجي معي سنابل. معك دكتور. طيب لما أنا عشان أوصل للي أنا بدي إياه كنت أعمل بوينتر جديد عشان أوصل له، كل مرة كنت أرجع أعمل بوينتر جديد وأعمل فور لوب. مش للي بدي اياه، مش اللي بدي اياه هو اللي مغلبني. يعني انا مثلا افرضي بدي احذف هاي النود، انا السيرش وصلتني لهاي النود، بس انا مش هون مشكلتي. لما اجيت احذفها اضطريت بدي اوقف على النود اللي قبليها، صح؟ صح. الحذف انا بحاجة اني اوقف على النود اللي قبليها، اضطريت اجيب كيو يوقف على النود اللي قبليها مشان اشبك النكس تبعه باللي بعديها. مظبوط مضبوط. مظبوط. هاي الكيو هي اللي سببت لي مشكلة، اضطريت اني ابدا من الهيد واقول له امشي لحد ما الكيو ارو نيكست يصير يساوي البي. ليش؟ لاني ما عندي اكسس على النود اللي قبل، لاني وانا عندي البي انا بقدر اتحرك لقدام. يعني انا عندي البي عند هاي النود واجيت بدي اروح لهاي النود، كم الكومبلكسيتي بتكون عندي؟ كونستانت. ليش؟ خطوة واحدة بس، بقول بي تساوي بي ار نيكست، صح؟ صح. او الكيو اللي بدي اياها او اي شيء بقول له تساوي البي ار نيكست مباشرة بوصل لهون. لكن لو كنت بدي النود اللي قبليها زي ما الكيس بقدر اللي عندي ارجع، بالديليت، لازم بوينت. ما بقدر، مضطر اني ابدا من الهيد واعمل فور لوب لا توقفني على اللي قبليها، صح؟ هاي صح. الاشكاليه الرئيسيه اللي موجوده عندي باللينكد ليست. عشان هيك ايش اجوا قالوا واحده من الحلول، شكرا يا سنابل. عشان هيك قالوا واحده من الحلول انه زي ما انا عرفت بوينت داخل النود، زي ما عرفت بوينتر اسمه نيكست بيأشر على النود اللي بعديها، ليش ما اعرف كمان بوينتر اسمه بريفيوس يأشر على النود اللي قبليها؟ فبالتالي وانا واقف على اي نود بقدر اتحرك لقدام وبقدر اتحرك لورا. فمن هون اجت فكره الدبلي لينكد ليست. ولما سموها دبلي صاروا اللينكد ليست اللي اخذناها بالشابتر اللي قبله يسموها سينجلي. اوكي، صاروا يسموها سينجلي لينكد ليست لانه فيها سينجل بوينتر اللي هو بيأشر على النكست، دبلي لانه فيها تو بوينترز، واحد بيأشر على النكست وواحد بيأشر على البريفيوس. اوكي،
يعني كمصطلحات، إذا ذكر اسم لينكد ليست وما ذكر لا سينجلي ولا دبلي، هو اللينكد ليست كمصطلح وجد للسينجلي، أوكي؟ فإذا ذكر لينكد ليست بنفرضه إنه سينجلي لينكد ليست. إذا حددنا نلتزم بالتحديد، أوكي؟ قال دبلي دبلي، قال سينجلي سينجلي، أوكي؟ قال سيركولر، راح نيجي لأنواع ثانية من اللينكد ليست، بس الأساسي كان اللي أخذناه اللي هو السينجلي، بعدين صاروا يطلعوا منه variations. طيب فإذا الفكرة اللي بدنا نعملها الآن إنه النود، تركيبة النود عندي بده يصير فيها ثلاث أقسام، يعني في ناس بتقسمها أفقي، في ناس عمودي زي هيك ما بتفرق، بده يصير فيها ثلاث أقسام، قسم في الداتا، وقسم اسمه next بيأشر عن النود اللي بعديها، وقسم اسمه previous بيأشر عن النود اللي قبليها. هيك بده يصير عندي. فداخل الستركت نود بدي أضيف كمان بوينتر، هنا مثلا نقسمها أفقي، فشايفين هون هاي النود الأولى هي من ثلاث أجزاء، في عندي الانفو، في عندي بوينتر بيأشر عن النود اللي بعديها، وفي عندي بوينتر بيأشر عن النود اللي قبليها، بس لأنه الأولى ما إلها قبل أشر على إيش؟ على نل، والهيد بيأشر على الأولى طبعاً، على النود الأولى. الآن النود الثانية في الانفو، وفي نيكست بيأشر عن النود اللي بعديها، وفي بريفيوس بيأشر عن النود اللي قبليها. النود الأخيرة في previous بيأشر على النود اللي قبليها، وفي next لأنه ما إلها next، النكست بيأشر على null. الآن هون شافوا من الفائدة إنه الprivate مش بس يحتفظ بالhead اللي بيأشر على أول نود، وكمان يحتفظ ببوينتر ثاني اسمه tail يأشر على آخر نود، بحيث تكون عندي الخيار إما بمسك النود من الأخير list من الأخير وبصير أتحرك backward، بصير أقول PR previous وأنا بمشي، أو بمسكها من البداية من الهيد وبصير أتحرك PR next. صار عندي خيارين. بالsingle linked list ما كنت أحتفظ بالتيل لأنه على الفاضي بحتفظ بالتيل، بس ما أنا بقدرش أرجع رجوع، فبالتالي شو بدي في التيل؟ أوكي؟ طبعا زي ما أنتم لاحظين هذا الكلام رح يسبب لي overhead بالpointers، يعني صار بده يصير في عندي كل نود، يعني الآن بدنا نرجع لميثودز الانسيرت والديليت اللي عملنا لهم بالسنجل ليست ما بيشتغلوا. ليش؟ لأنه في عندي بوينترز ما كنتش أنا ماخذها بعين الاعتبار، في بوينترز ما كنت ماخذها بعين الاعتبار. اللي هي البريفيوس والتيل، فبالتالي هذا بده يسبب لي overhead بالpointers، بدي أصير أتبع أكثر، بدي أصير لما بدي أحذف الـ 12 ما بيكفي إني أقول البوينتر هذا النكست تبع اللي قبليها يأشر على اللي بعديها، بدي كمان أقول البريفيوس تبع اللي بعديها يأشر على اللي قبليها عشان أشبكها مظبوط، وبعدين بدي أحذفها من الميموري. فصار في عندي overhead زيادة بالpointers. فاللي بدنا نحكيه إنه هذا الأوفرهيد بغلب البروغرامر، إذا ما إله داعي فبقول ما بستخدمه، إذا ما إله داعي ما بستخدمه. لأن شايفين هون في عندي أوفرهيد من الإكسترا بوينترز، إذا ما إله داعي ما بستخدمه. يعني إذا إجيت أنا احترت لأبليكيشن معين، هل أستخدم السنجلي لينكد ليست ولا أستخدم الدبلي لينكد ليست؟ وهذا الابليكيشن اكثر اشي بيستخدمه مثلا اكثر اوبريشن موجوده فيه انسيرت فرونت، اوكي؟ وانا باجي بشوف الكومبلكسيتي تبعت الانسيرت فرونت، بالسنجلي لينكد ليست بلاقيها الكومبلكسيتي الها واحد. طيب وخلينا نضيف كمان عليهم الاري ليست، انا محتار استخدم الاري ليست ولا الدبلي ليست ولا السنجلي ليست.
واكثر اوبريشن موجوده بالابلكيشن انسيرت فرونت. فباجي بقول الكومبلكسيتي تبعت الانسيرت فرونت بالسنجل لينكد ليست هي كونستنت واحد، بالاري ليست اذا متذكرينها كانت ان، لانه بحاجه اعمل شيفت. بالدبل لينكد ليست رح ناخذها كمان شوي رح نلاحظ انها واحد كمان كونستنت. فالان ما بيجي واحد يقول اذا نستخدم السنجلي او الدبلي ما بتفرق، لا بحكي له بستخدم السنجلي لانه الدبلي فيها بوينترز زياده، فيها اوفر هيد بالبوينترز. اذا انا بقدر استغني عنها واستخدم السنجلي بستخدم السنجلي. اما اذا كانت السنجلي بتعطيني كومبلكسيتي ان والدبلي بتعطيني واحد، لا بقول اوكي وورث اني اتغلب بالبوينترز في سبيل اني انزل الكومبلكسيتي من ان لكونستنت. واضح؟ إذا تساوت الكومبلكسيتي بين السنجلي والدبلي ما بقول ما بتفرق، بقول بختار السنجلي عشان أتخلص من الأوفر هيد تبع الإكسترا بوينترز. تمام يا شباب؟ هاي الملاحظة يعني كثير مهمة. طيب الآن بناء على هذا الكلام نشوف شو بده يتغير عندي لما أجي أعمل كود. فمثلا هو بدأ بالإنسيرت فرونت، يجى هون يعمل الانسيرت فرونت. شو رايكم شو بدي اعدل عليها؟ طبعا احنا الان اتفقنا انه النود عندي يصير عندي الـ struct node في الـ integer info، وفي ايش كمان؟ وفي node star next، وفي عندي node star previous. تمام هيك صارت النود عندي. هيك النود صارت عندي ثلاث اجزاء، الانفو في عندي بوينتر بيأشر على النود اللي بعديها وبوينتر بيأشر على النود اللي قبليها. وبالكلاس تبع الدبلي ليست لو سميته دي ليست مثلا، الكلاس تبع الدبلي ليست في عندي بابليك اللي هي الميثودز، نفس الميثودز بدنا نعملهم، يعني الأصل يكون عندي على الأقل في constructor وأكيد بده يكون في عندي destructor لانه دايناميك اللوكيشن بدي ديستركتر. وهون مثلا بده يعمل الفويد انسيرت فرونت، الانسيرت فرونت ده تستقبل الفاليو اللي بدها تضيفها. طيب وباقي الميثودز، وبعدين في عندي برايفت. البرايفت اتفقنا انه رح يكون في عندي نود ستار هيد زي السنجل لينكد ليست، لكن كمان رح يكون في عندي نود ستار تيل اتأشر لي على اخر نود. تمام هيك رح يكون الشكل العام عندي. وهنا قلنا بنضيف يعني بنضيف ميثودز ثانية قد ما بدي بضيف ميثودز. اوكي طيب
فالآن بناء على هذا الكلام بدي أفرض حالي عامة، عندي 3 نودز زي ما هو عامل لي هون، وأعمل insert at front. فشو رأيكم كيف بدي أعمل insert at front؟ في حدا حاب يعمل؟ غير محمد. طيب حمزة. حمزة معي سامعني؟ حمزة. دكتور بخلي التمب بعرف البوينتر جديد اسمه التمب مثلا وبخلي طيب خلينا ستيب ستيب حمزة، احنا بدنا نضيف على الفرونت. شو الفرونت. اول خطوة باي انسيرت ميثود اتفقنا عليها؟ انساني من المكتوب هون، انا بدي كود بدي اعرف يزبط مع الستركتشر اللي بنيناه. شو نعم. اول ستيب حكيناها باي انسيرت ميثود؟ بدي اعمل نيو، بدي اعمل احجز النود، بدي احجز النود لانه النود مش موجوده عندي صح؟ موجوده عندي بدي اجي نعم. احجز النود، فكيف بحجز النود؟ هاي خلينا نفتح تكست مره ثانيه. كيف بحجز النود؟ نود اسم الاستراك يعني هنا بده يكون في عندي void dList واسم الميثود insert front تستقبل الانتجر v طيب حكينا نود asterisk اسم البوينتر اللي بدي اياه p طيب equal new node new node طيب بعد ما نعمل هاي new node هسه بخلي بدي اعبيها طيب شو بقدر هي فيها 3 اجزاء انفو نيكست وبريفيوس مين بقدر اعبي فيهم بعبي الانفو اول شيء بعبي الانفو بي ارو انفو شو بعبي الفاليو الفي اللي استقبلتها طيب شو كمان بقدر اعبي هل بقدر اعبي النيكست او البريفيوس حاليا حاليا لا يعني فكر شوي البريفيوس بقدرش اعبيه بقدر هيد ارو بريفيوس شو الهيد ارو بريفيوس لا انا بقول البي ارو بريفيوس ما بقدر اعبيها النود الجديده البريفيوس تبعها معروف ولا مش معروف لا مو معروف حاليا ليش مش ما هي وين بدها تنضاف النود احنا الفرونت اللي على الفرونت يعني بدها تصير هي اول نود طيب اول نود شو بيكون البريفيوس تبعها نل مظبوط ولا لا؟ إذا بقدر مزبوط. من الآن أقول بي أرو بريفيوس يساوي نل ما في داعي أأجلها وأنساها أوكي؟ زي لما عملنا insert at end باللينكد ليست كنا على طول نقول النكس تبعها نل لأنه عارفين إنها آخر نود النكس تبعه نل الآن هاي أول نود عارفين إن البريفيوس تبعها نل بضل عندي إيش؟ بضل عندي بس النكست اللي هو بدي اربطها بالمكان المناسب يعني خلينا نعدل على الرسمه مشان نعرف نتبع بالرسمه شو صار التعديل هيك حمزه هيك ضفت انا نود جديده هاي قبل النود جديده زي هو ضايف لي هون نود جديده وحط فيها الفي مش واحنا صح واسمها مش تمب اسمها ايش بوينتر بي اسمها بي واحنا مش بس هيك سوينا البريفيوس تبعها خليناه ياشر على وين
على null. تمام، ظل عندي النكست تبعها مش مربوط. النكست لازم ينربط وين؟ مع الهيد، يأشر زي الهيد صح؟ لازم يأشر زي الهيد. كيف بدي أقول له أشر زي الهيد؟ شو بدي أقول له؟ بي أرو نكست، أرو نكست إيكوال هيد يساوي الهيد. فهيك بصير البي أرو نكست بدل ما هو يعني مش مربوط على إشي بصير يأشر زي الهيد، فحيأشر على النود هاي. طيب ممتاز، شو ملاحظ انه ظل اشي لازم ينعمل حمزة؟ لازم الهيد يأشر على البوينتر، الهيد لازم يرجع على اول نود صح؟ اه. طيب بس يعني قبل لا ارجعه على اول نود انتبه، في انا بقدر ارجعه على اول نود، خلينا نرجعه اول نود. ها كيف بدي ارجعه اول نود؟ هيد ارو بريفيوس ايكوال البوينتر. لا هاي هيك ما رجعته على اول نود، هيك بدي افك النل تبعت البريفيوس تبعه انها تاشر، بدل ما تاشر على نل تصير تاشر على النود الجديده. هاي مش اسمه رجعت الهيد، وهذا صحيح برضو، هاي الخطوه لازم تنعمل. اللي هي البريفيوس تبع الهيد تبع الخمسه، البريفيوس تبع الخمسه لانها الخمسه بطلت اول نود، لازم تاشر على اللي قبليها، لأنه أنا خليت أول نود هي البريفيوس تبعها نل. الآن هاي النود اللي فيها الخمسة لازم البريفيوس تبعها يكون الفي، يأشر على اللي قبليها. فكيف بدي أعمل هذا الكلام؟ بقدر أعمله الآن، بقدر أعمله بعدين. فإذا بدي أعمله الآن بدي أقول الآن الهيد مين الخمسة مين بيأشر عليها؟ الهيد. فباجي بقول هيد أرو بريفيوس حاليا نل، بدي اقول له هيد ارو بريفيوس اشر زي البي، اقول له تساوي البي، فبصير ياشر على الفي. هذا حل. الان يعني بعديها لازم ارجع الهيد، الهيد ما بصير يضل ياشر على الخمسه، لازم ياشر على وين؟ على النود الجديد اللي صارت هي فرونت. تمام معي حمزه؟ صوت قطع الصوت دكتور فجأة. بحكي الهيد ما بصير يضل يأشر على الخمسة. نعم لازم الهيد يصير يأشر على النود الأولى، صار في نود قبلها. طيب فبالتالي أول إشي اللي أنت حكيته اللي هو هيد أرو بريفيوس إيش نعمل فيه؟ إيكوال البي، إيكوال البي. هذا ايش راح يعمل لي؟ راح يخلي الهيد ارو بريفيوس بدل ما هي على نل تاشر زي البي، يعني حتاشر على النود هاي. ممتاز هذا الكلام. بس نرجع الهيد يكون اول اليمنت، يعني اشر اول اليمنت. الان ضل علي بس الهيد انه يصير ياشر على اول اليمنت، ما بصير يضل ياشر على الخمسه. كيف؟ شو رايك؟ شو نعمل؟ الهيد ايكوال البي مثلا، الهيد ايكوال البي. وطريقه ثانيه ما بقدر اقول مثلا الهيد يساوي الهيد ارو بريفيوس. ممكن مزبوط ولا لا؟ لانه البريفيوس انشبك بطل عنل، صار ياشر على البي، بطل عنل صار ياشر على الفي على النود الاولى. فانا بقدر اقول للهيد ارجع رجوع، ارجع خطوه لورا، فبرجع خطوه لورا. هيد يساوي هيد ارو بريفيوس، بترجعه خطوه لورا، بصير الهيد بدل ما هو بياشر هون بصير ياشر هون زي البريفيوس تبعه. تمام، وبصير اقول هيد يساوي البي. نعم واضح، هيك بتكون النود مشبكت 100%. كم الكومبلكسيتي حمزه لهاي الميثود؟ الانسيرت كونستنت. طبعا بالسنجل لينكد ليست برضه كانت كونستنت، فقلنا اذا نعم. تخيرت ما بينهم مين بختار؟ السنجلي لانها الاوفر هيد بالبوينترز اوفر هيد. نعم طيب شكرا يا حمزه. الان بدنا نشوف ميثود ثانيه
نشوف ميثود ثانية ال هذا الانسيرت فرونت كملناها. بده يعمل لي الديليت باي فاليو. ليش بده يعمل الديليت باي فاليو؟ لانه الديليت باي فاليو بال سنجل لينكد ليست كانت كانت الكومبلكسيتي لها ان. فالان بده يورجيني كيف انها بالدبل لينكد ليست الكومبلكسيتي لها كونستانت. اوكي هي هي الكود تبعها. الجزء اللي تحت هذا هو كود الديليت. فالكمبلكسيتي له كونستانت. الجزء اللي فوق هذا للسيرج مشان يلاقي النود. هذا ما إلي فيه. بدي ألاقي النود اللي بدي أحذفها. الآن حذفها حتلاقيه كونستانت. هون بده يبين ميزة الدبل لينكد ليست عن السنجل لينكد ليست. هاي واحدة من الحالات اللي هي أفضل فيها. فخلينا نشوف كيف نعمل الديليت باي فاليو بالدبل لينكد ليست. أوكي طيب فبنا نفرض انه خليني بدي افرض انه في عندي مثلا 5 نودز وبدي احذف اللي في الوسط اللي هي حالة العامة. بعدين لازم تشيكوا على الحالات الخاصة طبعا. بحكي نفتح وايت بورد افضل ناخذ راحتنا بالرسم والكتابة. طيب فهي في عندي النود الأولى النود الثانية النود الثالثة النود الرابعة النود الخامسة. تمام الهيد بأشر على الأولى عندي تيل بأشر على الأخيرة وبعدين هنا في داتا بدكم نقسمهن أفقي زي السلايدز. طيب مثلا هاي فيها 7 هاي فيها 5 هاي فيها سالب 1 هاي فيها 3 هاي فيها 2. اوكي البريفيوس تبع الاولى بيأشر على نل النكست بيأشر على الخمسة النكست بيأشر على السالب 1 النكست بيأشر على الثلاث والنكست بيأشر على اثنين والنكست تبع الاثنين بيأشر على نل البريفيوس تبع الاثنين بيأشر على الثلاث البريفيوس تبع الثلاث على السالب واحد البريفيوس تبع السالب واحد على الخمسة البريفيوس تبع الخمسة على السبعة. تمام فهي دبلي لينكد ليست عامة موجودة عندي. بدي أعمل ديليت. نفرض انه بدي احذف نود بالوسط اللي هي سالب واحد. اوكي بدي اعمل ديليت باي فاليو. عملت سيرش دور لي على النود. طبعا السيرش كيف بقدر اعمله؟ نفس السيرش تبع السنجل لينكد ليست. بعمل فور لوب تبدا من الهيد لحد ما توصل نل. وعندي خيار اني اعمل فور لوب تبدا من التيل لحد ما توصل نل بالبريفيوس. بكون المشي بريفيوس نفس ما بتفرق بتكون الكومبلكسيتي نفسها. ان لازم امشي بالسيرش على كل النودز ما عندي خيار ثاني. سيرش راح نلاحظ باللينكد بالليست كلها دائما الكومبلكسيتي لها ان ما بتتغير. هي الميثود الوحيد اللي ما بتتغير. باقي الميثودز لا حسب الميثود في شيء ان شيء كونستانت. طيب قبل لا اعمل الحذف خليني اسالكم اسئله. لو اجى واحد قال لكم مثلا سي اوت سالنا هاي الاسئله بالسنجل لينكد ليست. لو اجى واحد قال لكم سي اوت هيد ارو نيكست ارو نيكست
raw info. واحد ثاني قال لكم see out head arrow next arrow previous arrow info. واحد ثالث يقول لكم see out head arrow previous arrow next arrow info. واحد قال لكم see out tail arrow previous arrow previous arrow next arrow info. قبل لا نبدأ بالحذف خليني أشوف هذول تعودتوا عليهم ولا لا. مين يشارك؟ يلا بدنا أسماء جديدة بس بسرعة يا شباب. سامح تفضل يا سامح. سامح معك دكتور. تفضل الأولى سامح. نيجي على الأولى. see out head next next info شو بتطلع هاي؟ بنشوف الهيد على شو بتأشر، بتأشر على السبعة. بعدين بدنا النكست إلها. النكست إلها على الخمسة. بعدين النكست كمان نكست اللي هي سالب واحد. إذن هون إيش الجواب؟ بتفوت على الإنفو اللي هي تطبع سالب واحد. سالب واحد. طيب شكراً يا سامح. مين كمان كان رافع إيده؟ مين يعمل الثانية؟ راما تفضلي. راما هلا اول شيء الهيد بتأشر على السبعة، منها نكست رح تصير تأشر على الخمسة، بعدين لما رجعنا على البريفيوس رجعت تأشر على السبعة، رح يطبع لي السبعة. رح يطبع لي السبعة. شكرا يا راما. طيب مين كمان؟ حازم. حازم ارفع صوتك. حازم ايوه معك دكتور. شو رايك اللي بعديها؟ بدك اللي بعدي، بدك الثالثه ولا الرابعه؟ زي ما بدك، ما تفرق انت اللي بدك اياه. خلص الثالثه. يلا يلا. الهيد بتاشر على السبعه، البريفيوس راحت على النال. نعم. بعدين رجعت على النكست which is سبعه، راح تطلع السبعه. طيب حازم هلا في دقيقه، فيش نيكست هون صحيح؟ هي راحت على النل والنل ما لها نيكست. ايوه مشان هيك خيرتك، كنت بدي اعطيك الاسهل. هاي راح تعطي ران تايم ايرور. ليش؟ لانه البريفيوس نل، حكينا اذا نل ارو شيء خلص النل ما في جواته شيء، مباشره بيعطيني ران تايم ايرور. إذا طالما في null arrow لو وقفت على هون ما في مشكلة، بطبع لي null. النل هي لا شيء، بس طالما طلبت منه ادخل جوا النل بده يعطيني run time error. تمام؟ فإذا هاي error، run time error هاي. شكرا يا حازم. طيب مين يعمل آخر واحدة؟ سنابل.
دكتور بتكون أول إشي على التيل، بتروح على البريفيوس بتصير على الثلاث، بعدين بتروح كمان مرة على البريفيوس بتصير على السالب واحد، بعدين بتروح على النكست وبتطبع ثلاث. النكست وبتطبع ثلاث 100%. طيب شكرا. الآن يعني شايفكم ممتازين فيهم. الأصل ما أتغلب الآن لما أجي أعمل الديليت، يعني كلها زي ما شفتوا بالكود اللي بالسلايد كلها خطوتين أو ثلاث خطوات بس عملية الديليت، يعني حتى خطوتين. فمرة ثانية البروبلم اللي موجودة عندي مشان الكل يعرف شو اللي بدنا نعمله، مشان الآن بدي حدا يساعدني أكتب هالسطرين. البروبلم اللي عندي، عندي هاي الليست كاملة فيها 5 نودز، وعملت سيرتش، السيرتش جاب لي بوينتر بي بيأشر على السالب واحد وقال لي احذفها. هذا هاي المعطيات اللي عندي، هاي المعطيات اللي موجودة عندي. عندي بوينتر بي بيأشر على السالب واحد هي النود اللي بدي احذفها، وعندي هيد بيأشر على اول نود، وعندي تيل بيأشر على اخر نود. بدي اكتب كود يحذف السالب واحد من الليست. فهذا ايش بتطلب؟ بتطلب انه النكس تبع اللي قبليها بدي اياه يصير يأشر بدل على السالب واحد يجي على الثلاث، والبريفيوس تبع الثلاث بدي اياه بدل ما هو على السالب واحد يصير يأشر على الخمسة. شايفين هاي التعديلات اللي بدي اعملها؟ وبعدين اعمل ديليت من الميموري، بعدين احذف السالب واحد من الميموري. هاي التعديلات اللي بدنا نعملها. فهي 3 سطور. سطر يعمل اللينك الأول، النكس تبع الخمسة يصير يأشر على الثلاث، وسطر يعمل إنه البريفيوس تبع الثلاث يصير يأشر على الخمسة، وسطر يعمل الديليت للبي. طبعا عدا الحالات الخاصة، يعني مش رح نحكي عنها اليوم، بس هذا اللي بدنا نعمل اليوم وننهي المحاضرة. مين يقدر يعمل لي هذول 3 سطور؟ أو يعني هم السطرين فعليا، يعني السطر الأخير احنا اتفقنا عليه، السطر الأخير ديليت بي بده يحذفها من الميموري، يحذف اللي بيأشر عليها البي من الميموري، هذا اتفقنا عليه. ضل بس أول سطرين. أول سطر بدي إياه لي يحرك لي النكس تبع الخمسة يصير يأشر على الثلاث. طيب خليني السطر الأول بدي أشوف فيه محمد. تفضل محمد. دكتور، أول شيء أنا عندي البي بيأشر على سالب واحد، وهاي النود أنا اللي بدي أحذفها. تمام؟ الآن أنا بدي أحذفها هاي، بس قبليها قلت بدي النكس تبع الخمسة، هذا البوينتر هذا شايفه؟ بدي أشر على الثلاث. فأنا إيش بسأل حالي؟ أنا هي عملية مساواة صح؟ عملية assignment. أنا بحكي لك كيف دكتور. قبل الassignment شو بدي أحط؟ بدي أحط اسمه هذا البوينتر. هذا اسمه. شو اسمه؟ هذا بي الرو بريفيوس الرو نيكست. بالضبط، بي هاي البي هون، ارو بريفيوس هون، ارو نيكست هذا البوينتر. بالضبط هذا اسمه البوينتر هذا اللي احنا بنحكي عنه. مره ثانيه شو اسمه؟ بي ارو بريفيوس ارو نيكست ارو نيكست، هذا اسم هذا البوينتر. الآن أنا شو بقول له؟ قاعد بحكي له، بحكي له في كل إياه وبدي تخليه يأشر زي مين؟ بيأشر على الثلاث. باجي بقول مين بيأشر على الثلاث حاليا؟ هذا بيأشر على الثلاث. شو اسمه هذا اللي بيأشر على الثلاث؟ البي أرونيكس. فإذا بدي أقول له أنت أشر زي البي أرو نيكست، فبالتالي بفك هذا التأشير وبصير يأشر زي البي ارو نيكست، بيجي بيأشر على مين؟ على الثلاث. ممتاز، شكرا محمد. مين رافع ايده يعمل الثانية؟ راما، تفضلي راما. دكتور. راما الآن بدي اعمل مساواة مرة ثانية، بس الآن بدي اسم هذا البوينتر اللي بدي افكه. اللي هو بي ارو نيكست. شو اسمه هذا؟ بي أرو نيكست أرو بريفيوس. هذا اسم هذا البوينتر. طيب خلينا نكتبه، بي أرو نيكست
أرو previous. هذا فكيناه، بدي أشر بدي أشر على الخمسة، فباجي بسأل حالي مين حاليا بيأشر على الخمسة؟ be أرو previous. be أرو previous هذا اللي بيأشر على الخمسة، فبدي أقول له أشر زي ال be أرو previous. فإذا بفك هذا التأشير بصير يأشر زي ال be أرو previous. شايفين هيك إيش صار عندي؟ لو بدي أمسح اللي فكناهم هذول، فك هاي فكيتها، هاي فكيتها، مزبوط. طيب بعديها إيش سوينا؟ بعديها إجينا قلنا delete p، يعني احذف اللي بيأشر عليه ال p. وين هالنود اللي بيأشر عليها ال p؟ هيها، هاي النود لما تنحذف بروح ال next وال previous تبعونها بروحوا. هيك صفى عندي. طبعا هذا dangling pointer ال b، بالأخير بنتهي السكوب تبعه وبلتغي، ببطل موجود. بس الليست صارت صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة 100%. اوكي، بكمبلكسيتي كونستانت، مش زي لما احتجنا بوينتر يأشر على اللي قبليها. إذا متذكرين احتجنا بوينتر يأشر على اللي قبليها بحالة السنجلي لينكد ليست، فاضطريت أعمل فور لوب سببت لي الكمبلكسيتي تكون N بالسنجلي لينكد ليست. أما هون كونستانت الكمبلكسيتي، هي أكيد أفضل الديليت باي فاليو أفضل بالدبلي لينكد ليست من السنجلي لينكد ليست. تمام. طيب لهون إن شاء الله لو رجعنا للسلايدز كملنا هذا الديليت. كيف؟ فبالتالي يعني كملنا الدبلي لينكد ليست، وقفنا عند السيركولر ليست. في حدا عنده سؤال قبل لا ننهي؟ حمزة تفضل. هسه دكتور كيف عملية الريموف كونستانت؟ ما هو في عندي عملية سيرش. السيرش لحالها، احنا عملية الريموف حمزة على اساس انه حكيت لك المعطيات، انه انا في عندي ليست وفي عندي بوينتر بيأشر على النود اللي بدي احذفها. هذا اوكي نتج عن السيرش، السيرش لحالها الكومبلكسيتي لها كونستانت. اوكي، بس انا بقول المعطيات انه في عندي بوينتر بيأشر على النود اللي بدي احذفها. الان بالسنجل لينكد ليست بنفس هاي المعطيات لو عندي بوينتر بيأشر على النود اللي بدي احذفها، استل على البدايه، استل الحذف بده فور لوب، صح؟ لانه بده بوينتر يأشر على اللي قبليها، هذا ما بنتج عن السيرش. مزبوط مزبوط. فانا مشان يكون فير كومبارزون بلغي السيرش، ما بدخل السيرش بالموضوع. نعم. اوكي، باخذ نتيجه السيرش، بشوف بعد نتيجه السيرش كم الكومبلكسيتي للديليت بالسنجل لينكد ليست وكم كومبلكسيتي للديليت بالدبل لينكد ليست. واضح؟ نعم. واضح. مين عنده سؤال ثاني؟ علا تفضلي. دكتور بس بدي اسال عشان مختبر اليوم، انه حيكون زوم ميتنج ولا كيف؟ شو بعثت لكم المهندسه؟ هي حكت إنه التسليم على الإيلرنينج كالعادة، بس إنه من ناحية الشرح ما بعرف. الشرح أنا بشرح لكم، هذا مختبر داخلي، يعني الشرح اللي أنا بشرحه كافي. أنتوا بس بدكم تعملوا التاسك، وإذا عندكم أسئلة ابعثوا لها بالإيميل. يعني الساعة 2 ما في داعي نحضر أو في؟ لا ما راح يكون في زوم لينك. تمام. أوكي. دكتور تمام. الله يعطيكم العافية.